ما صحة هذا الحديث قول صلى الله عليه وسلم من أحصى أسماء الله الحسنى دخل الجنة، وكيف يحصيها وكيف يدخل بها الجنة؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ثبت في البخاري وغيره. ومعنى إحصائها أن يعرفها لفظا ومعنى ويتعبد لله بها، ليس إحصائها أن تغيبها فقط، لا بد أن تحفظها وتعرف معناها وتتعبد لله بها، أي بما تقتضي هذه الأسماء. فمثلا إذا علمت أن الله غفور فإنك تتعرض للمغفرة، تستغفر، تفعل العبادات التي تكون سببا لغفران الذنوب. إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى عليم فإنك لا تخفي عليه شيئا، لا تظهر شيئا يغضبه، لأنه عليم بك. إذا علمت أنه يراك فإن مقتضى هذا الإيمان بأن الله يراك أن لا تعمل عملا سيئا، لأنه يراك ولو كنت في أقصى بيتك. إذا علمت أن الله يسمعك فإنك لا تسمع الله شيئا يغضبه. فإحصاؤها ليس بمجرد أن تحفظها أيها الإنسان، لأن هذا سهل، لكن إحصاؤها معرفتها لفظا يعني حفظها ومعرفة معناها، والثالث التعبد لله بها. الإنسان إذا فعل هذا، أحصاها لفظا وفهمها معنى وتعبد لله بها، فهذا هو الدين، ومن دان لله أدخله الله الجنة. نعم.